عندنا العديد من الأسئلة ليه. سيمون دلونيسيا، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في هنا تونس. مرحبا بك، أهلا وسهلا. في الحوار اللي جريته مع وكالة الأنباء الألمانية أكدت بأنه العودة إلى التونسيين تتطلب خيارين، إما أن القيادة القديمة تراجع نفسها وتأتي بأفكار جديدة، أو تصعيد قيادة بديلة وجديدة بالكامل، وهو ما سيحسم فيه المؤتمر. أول سؤال بتبيع، كيفاش القيادات الأمنية تراجع نفسها وقيادتكم التاريخية في السجن؟ المؤتمر المقرر في آخر أكتوبر هو مؤتمر مفتوح لكل أبناء الحركة بما فيهم القيادات التاريخية التي هي موجودة في السجن. قلت احنا ما حدث يوم 25 انقلاب 25 كان موجه ضد النظام الحاكم وقتها والعمود الفقري تاعو هو حركة النهضة، ويجب على القيادة التي كانت في ذلك العصر ومنها انا شخصيا القيام بمراجعات واخذ العبرة. اذا كانت تريد ان ترجع للتونسيين بوجه جديد فالواجب عليها انها تاخذ العبرة، واذا كان هذا غير ممكن نذهب الى اختيار قيادة جديدة ممكن انها تكون مقبولة من التونسيين. هذا هو مغزى الكلام الذي قلته للوكالة الألمانية. باه، شنو اهم المراجعات المطالب بها الان تقوم بها القيادة القديمة؟ هل ننتظر زاد اعتذارات ايضا للشعب التونسي على اخفاقات الحركة؟ نحن صرحنا عديد المرات يا معز اننا ارتكبنا بعض الاخطاء ضمن المنظومة الكاملة التي كانت وقتها هي في السلطة، ولم نخفي يوما أننا كنا وراء بعض الأخطاء التي مهدت لما قام به رئيس الجمهورية، ولو أنه مع الأيام اكتشفنا أنه كان في هذا كان سيحدث بقطع النظر على وجود أخطاء أو غيرها. رئيس الجمهورية كان له برنامج خاص كان سيقوم به مهما كانت من تصرفات السياسة السياسية للحكام الذين سبقوا. نقدم اعتذارا لمن نحن ليس لنا وقت مع أي كان. نحن قلنا أنه ما صار يوم 25 جويلية كان له ممهداته، وكان هناك وضع يوم 24 جويلية ما كان له أن يستمر، وممكن كنا نستطيع الذهاب وقتها في عملية إصلاح، ولكننا للأسف لم نقم بها، واستغلها رئيس الجمهورية وحركة 25 القيام بمقامه. هذه المراجعات، شنو هي اكبر الاخطاء اللي قامت بها حركه النهضه بالنسبه لكم اليوم وانتم تراجعوا في روايحكم؟ خلينا نكونوا انا ماذا بي نقول المنظومه الحاكمه، لان حركه النهضه حكم ضمن منظومه متكامله منذ 2012. اكبر خطا ارتكبته هذه المنظومه هو عدم الذهاب في اعطاء قيمه كبيره للملف الاقتصادي والاجتماعي، تم التركيز على الملف السياسي وتم اهمال، ويقول هذه حمله فيها مسؤول، تم اهمال الملف الاقتصادي والاجتماعي، لأنه ثورة الأصل قامت من أجل أهداف اقتصادية. الشباب الذي ثار أواخر 2010 أوائل 2011 ثار ضد التهميش، ضد الحكرة، ضد البطالة، ضد غلاء المعيشة، ولكن للأسف الشديد المنظومة السياسية التي حكمت بعد حققت إنجازات كبيرة على المستوى السياسي، ولكنها تغافلت وأهملت الملف الاقتصادي، وهذا كان المقتل، وهذا كان للأسف الشديد الخطأ الفادح الذي استغله نظام 25. فأعتقد بأنه الناس تطالب في مراجعات سقفها أعلى من أنه يكون فقط إعطاء الملف الاقتصادي، عدم الذهاب في إعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي معناه الأهمية المطلقة. مثلا في الناس ربما تنتظر مراجعات في التعاطي مع مثلا ظاهرة أنصار الشريعة في بداية حركة النهضة، إصرارها على الحكم في تلك الثلاث سنوات الأخيرة، الجانب الأمني، ما حصل من إرهاب في تلك الفترة، التسفير، مؤتمر أصدقاء سوريا. الناس تلوم الحركة زادة أكثر من جانب بعض الخيارات السياسية اللي قامت بها. نعم، هذا كله يتم مراجعته. هناك أخطاء قامت بها المنظومة الحاكمة وقتها، لا ننسى كذلك، لا نكون كذلك قساة على هذه المنظومة. لا ننسى أن أنصار الشريعة حركة النهضة ووزير سعيد العريض الداخلية ذاك هو من أعلن أنهم تنظيم إرهابي وهم من حاربوه. لا ننسى كذلك أن موضوع التسفير قيد القضاء وحكم فيه ببراءة الحركة في قضية تناستها أغلب الناس. لا ننسى أن الأخ سعيد العريض الآن ليس مجنونا لأنه
متهم بالتزفيه، ولكنه لانه عين زوج متعامين، وهذا من عجائب الزهر انه وزير يسمى انه عين فلان وفلان ضمن تقديرات اداريه صحيحه وقتها. مؤتمر اصدقاء سوريا، هذا موضوع سياسي، لا افهم. هذا شرع على التسفير، المؤتمر شرع على التسفير، شرع بانه اصبحت الناس تذهب الى سوريا للقتال والجهاد في سوريا بظفرين. هذا المؤتمر انا لا ادري، لا اعرف ادبياته مش قدام عيني، ولكن اذا كان هذه عنده مخرجات مكتوبه وروانا، اذا كان لما مخرجات مكتوبه لمؤتمر اصدقاء سوريا تقول انه يجب تشجيع الشباب التونسي على السفر للجهاد في سوريا، اللي عنده الوثيقه دي تفضل يورينا. اذا كان انت جبت او قالوا يا سيدي رجعت العلاقات التونسيه السوريه او جايبين ملفات من سوريا واعترافات تدين حركه النهضه، اين هي العلاقات السوريه التونسيه؟ رجعت منذ شهرين الان ولم نرى اي شيء. علي العريض مسجون فقط لانه عين زوج مدراء عامين قيل انهم ورطون في التدفير، وليس هناك اي ادله وملف فارغ، وننتظر بفارغ الصبر الاحاله امام القضاء الجالس ليتم تبرئة الأخ إلى غير. سي منذر، الرأي هذا أغلبي في حركة النهضة إنه نعم، هذا رأي أغلبي في حركة النهضة. إذا معناها المؤتمر هذا بش يصير سي منذر، هذا ما صرحت به أيضا في وكالة الأنباء الألمانية، بش يصير حتى عن بعد لازم الأمر. مؤتمر حركة النهضة، نحن حزب مسؤول، نحن حزب مسؤول، لا حركة النهضة، مؤتمر حركة النهضة قراره مجلس شورى حركة النهضة أعلى سلطة قيادية بين مؤتمرين. الذهاب إلى المؤتمر وحيثياته والتحضير له يتم عن 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 على قدم وثاق. أرجو ألا تعرقل السلطة هذا المؤتمر، وأرجو ألا تضع أمامه ما يمنع معناها انعقاده وإعطاء النتائج تاعه. النهضويون احنا نحتكم دائما للقانون ونحكم للصندوق. نوقش المؤتمر في المكتب التنفيذي، الاغلبيه قالت نحن ذاهبون الى المؤتمر، وسيكون باذن الله مؤتمرا جامعا لكل النهضويين، ولن يكون مؤتمرا مقسما كما يروج خصوم النهضه. فما تاريخ محدد وقع الاتفاق عليه سي منذر؟ هو اواخر شهر اكتوبر، ما زلنا ما عطيناش تاريخ بالضبط، ولكن احنا قاعدين نخدموا على اساس انه مضامين السياسيه والاقتصاديه حاضره، وتحضيراتنا لمؤتمرات جهويه وقطاعيه على قدم الوثاق. نحاول جهدنا ان نعملوا مؤتمرنا ان شاء الله في اواخر اكتوبر. اذا كان هذا الراي اغلبي في حركه النهضه عفوا، هل يمكن انه نلقاو نهضه جديده في اخر اكتوبر القادم دون قياداتها التاريخيه، دون راشد الغنوشي، دون علي العريض، دون نور الدين البحيري، نهضه جديده بوجوه جديده تجم تلقى مقبوليه عند الشارع التونسي؟ شوف انا هذا الطرح هذا طرح في برشا استفزاز وفي برشا تجني على الحقيقه. النهضه الجديده لا يعني انها تغير قيادتها، النهضه الجديده تغير الافكار، تغير التوجهات، وإذا كانت هذه الأفكار والتوجهات. أنت اللي قلت قيادة بديلة وجديدة، راهو مش أنا. أي أنا قلت. أنت قلت تصعيد قيادة بديلة وجديدة بالكامل. أنا هذا ما قلت. شو أنا مش أنا. أنا عاود لك إيش قلت بالضبط. قلت القيادات التاريخية تراجع نفسها وترجع للتونسيين بفكرة جديدة، أو إذا كانت هذه القيادات التاريخية تتمترس بعقلية قديمة بالطبيعة. النهضويون تو النهضويون أغلبهم شباب وسهول. وناس تعيش في تونس مع التونسيين وترى ماذا يعانيه التونسيون. إذا كان، وهذا لا أظن أن حتى القيادات التاريخية سترفض التغيير، لأن التغيير أصبح أمرا مفروضا. لو رفضت هذه القيادات التاريخية، لو رفضت هذه عملية المراجعة هذه، هل سنجد نهضة جديدة؟ أنا عودت لك السؤال بوجوه جديدة. يا سي معز ما سيطرح في المؤتمر، سيناقش في المؤتمر، إذا كان ثم قيادات تاريخية ترفض التغيير وترفض التنازل لتونس وترفض أن يكون النهضة مراجعات، فالمؤتمرون لن يذهبوا معها، ستتغير حتما. وهذا أنا لا أظنه شخصيا. أنا أعرف راشد الغنوشي وأعرف علي العريض وأعرف نظير البحيري، وليس ممن لا يريدون التغيير حتى ولو كان بذهابهم، ولكني أعلم مثلا أنه راشد الغنوشي طول عمره
ينادي بالتغيير وينادي معناها بكون الحركة تعمل مراجعات وتعترف بالأخطاء لملاء وتقدم للتونسيين عرض جديد. والمؤتمر سيد نفسه، المؤتمر سيد نفسه، من يقنع المؤتمرين بأي طرح سيكون هو رابح. وهذا حبقى معي سؤال أخير بشيك عند خليفة الشيشان، تفضل خليفة. هو تحية الدكتور منذر، أنا تقريبا يعيشك تابعت جزء من الكتابات والمقالات قاعدة يصدروا فيها العديد من قيادات حركة النهضة حول المؤتمر هذايا، وثم نوع من الانقسام. أنا مش تحكي أقلية وأغلبية لأن ما نعرفش، أنا الأعداد هذه ممكن تعرف أكثر مني، تحكي على التعجيل والتأجيل الثنائية هذه. ثم شق كبير ياسر يدعو إلى تأجيل المؤتمر هذا ويقول لوجستيا الحركة لم تجهز، ويعتبر أن عقد المؤتمر هذا في ظل وجود القيادة التاريخية داخل السجن هو عبارة على انقلاب على القيادة هذه. وثم صراع كبير ياسر حتى على مستوى الموقف من 25 جويلية، ثم موقف خلينا نقوله واقعي براغماتي يعتبر اللي هذا الأمر الواقع والمطلوب من النهضة الآن ومنظيها حماية خلينا نقوله أحنا الحزب وشقف من خلال عقد المؤتمر هذا بكل الظرفين، إما إذا كانت سهلة السلطة يكون بشكل عادي يا إما حتى على أن بعد. وثم قيادات أخرى وخاصة القيادات الموجودة في الخارج واللي هي ما هيش تعيش مع التوانسة، لأن أنت قلت قيادات ناس يعيشوا مع التوانسة اللي بعاد شوية، اللي تقريبا رافض عقد المؤتمر هذا وتدعو إلى التصعيد والتمترس في نفس الموقف هذا. أنا قريته في مقالات لقيادات من حركة النهضة، معناتها ثم انقسام حتى حول عقد المؤتمر في حد ذاته وحول المضامين متاعه. شوف سي خليفة، المؤتمر اتخذ من طرف مجلس الشورى وسيعقد، الدعوات لإلغاء المؤتمر مرفوضة، الدعوات لتأجيل المؤتمر بشكل أو آخر كما قلت لمنع السلطة بعدم الجهوزية هذا ممكن. نحن حتى كان باش نوقف المؤتمر لن نتجاوز في أكثر الحالات أواخر العام. هذو الدعوات هذه لإلغاء المؤتمر غير ممكن، الدعوات للمواجهة والتصعيد مرفوضة. نحن لا نصعد من أجل التصعيد، نحن نمارس السياسة لمصلحة التوانسة. النقاش الآن داخل التونسيين داخل النهضويين موجود وهذا شيء طبيعي، فما ناس خايفة، خايفة على القيادات، خايفة على كان المؤتمر، وهذا خطأ، وهذا للأسف خطأ. نحن لن نتنازل عن قياداتنا، حتى بقيادة جديدة لن نتنازل عن قياداتنا. القول بأن المؤتمر هو تسليم للغنوشي وأخوانه للسلطة هذا كلام ما هوش صحيح. لكن للأسف يقال من بعض القيادات في حركة النهضة هذا ويكتب. خلي يقول أنا روحه. شوف هذه إحنا حركة، وسبق وقلت إن حركة ديمقراطية نحتكم دائما للصندوق. أنا ما نزمش نمنع حتى قيادي داخل ولا الخارج باش يقول اللي يحب، هو يقول اللي يحب، ولكن المؤسسات ذاهبة في طريقها. إذا كان المؤسسات تقدر أن المؤتمر لا قدر الله أصبح خطرا على وحدة الحركة ترجع للمؤسسة، وإذا كان أصبح رأي هذا أغلبي أن الذهاب إلى المؤتمر سيقسم الحركة نرجع للمؤسسة. وهذا إلى حد الآن ما هوش موجود، ولكن رأوا القرار اتخذه مجلس الشورى، ولا يستطيع أحد أن يلغي أو يؤجل المؤتمر إلا مجلس الشورى فقط. واضح، شكرا لك.